أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. سنستعرض في هذه النشرة توقعات الجوية لعموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم الخميس بإذن الله. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث تسود أجواء صافية، طقس مستقر بالمجمل، لكن تبدأ المملكة تتعرض لهبوب رياح شرقية نشطة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة. 15 درجة مئوية متوقعة في العاصمة عمان كحرارة عظمى، أما الملموسة 14 درجة مئوية، الرطوبة 92%. أما الرياح تكون كما ذكرنا شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأ المنطقة الشمالية أيضا تتعرض لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة في عموم المناطق. إربد 19-9، المفرق 17-8، جرش 18-9، وعجلون 16-9. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا تتعرض لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة. الزرقاء 18-7، البلقاء 17-11، عمان 15-8، مأدبة 17-6، والبحر الميت 23-15. بالنسبة للمنطقة الجنوبية أيضا تتعرض لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة. الكرك 14-7، الطفيلة 15-8، الشوبك 14-6، معان 15-3، والعقبة طقس صافي 23-13. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية. أيضا تتعرض لرياح شرقية نشطة السرعة، الأزرق 18-6، الصفوي 18-5، ورويشة 18-6. إلى هنا تنتهي نشرتنا. نهار سعيد، أتمنى للجميع للقاء.